طيب راح نبلش إن شاء الله. طبعا محاضرة اليوم محاضرة التحليل الإحصائي، راح نشرح مادة شابتر 11 وشابتر 12 بإذن الله تعالى. اللي راح يحضر المحاضرة راح يخلص الشابترين بوقت قصير جدا، يعني راح نخلص الشابترين بحركة نص ساعة مش أكثر. طبعا راح نستخدم بشكل أساسي الآلة الحاسبة، بعرفش إذا أنتم بتحلوها مسائل هذا الشابتر يدوي، ولكن إحنا يعني على وقتي أنا ما كنت عارف التكنيكات اللي اليوم راح نحكيها باستخدام الآلة الحاسبة، بنكون خلصنا 90% من السؤال. طيب نبلش في مادة التحليل الإحصائي. في البداية هذا الشابتر ككونسبت بيحكي لي عن الاكسبيرمنت اللي بتصير في الوضع الطبيعي، يعني احنا لما نيجي نعمل اكسبيرمنت وناخذ القراءات تاعت الاكسبيرمنت وبنيجي بنمثلها ونجيب فيتنج كيرف والى اخره، ولكن هذا حكي، احنا بدنا ناخذ فكرة السؤال بشكل عام. طبعا اللي بدي اياكم تعرفوه من الاشياء اللي راح احددها هي اغلب الاشياء اللي راح تنطلب في الامتحان. في البداية راح نتعرف على هاي الى الواي شرط اكس. طبعا هاي الاشياء بس حفظ، يعني ما مش مطلوب منكم انكم تفهموها، احفظوها انه الاي للبي 0 والبي 1 هي نفس القيمة، والاي للايرور هي عبارة عن 0، وهون الفارينس نفس الموضوع، الفارينس للبي والبي 1 هو 0 والفارينس للايرور هو سيجما سكوير. طبعا احنا لسه هاي الاشياء قلت لكم مش مهمة كثير، والان احنا راح ناخذ مثال شامل لهذا الاشي وافرجيكم كيف راح نحله باقصر وقت ممكن، يعني راح نحله بدقيقة، المثال كامل بيكون جاي عليه 15 علامة. طيب خليني بس افتح المثال. طبعا هذا المثال المعطى هون هو عبارة عن 20 قيمة، لكن بالوضع الطبيعي ما بيجي قد هيك، يعني بالوضع الطبيعي بيعطيني مثلا 10 قيم 5 قيم. وهسه راح اعطيكم مثال على هذا الاشي وافرجيكم ايش الاشياء اللي بتنطلب بالضبط. طيب خليني بس افتح على مثال، راح ناخذ اكثر من مثال على الموضوع. طيب هذا المثال هسه راح نكتبه. طيب في البداية احنا بنطلب منا، طبعا هون بس بدي اياكم تعرفوا كمان شغلة، هون هذه المعادلة اللي هي واي بتساوي لي البي نوت زائد البي 1 في الاكس زائد الايرور، هذه المعادلة بتمثل سيمبل لينير ريجريشن موديل، وهذه المعادلة طبعا راح نحكي عنهم بالتفصيل بس بدي اياكم تعرفوهم كمسميات. هذه تسمى ترو ريجريشن اللي هي بي 0 زائد بي 1 الاكس طبعا بدون الايرور. طيب احنا لحد الان ما وصلنا، يعني انت وين اللي سهلته علينا؟ هسه راح ناخذ مثال ونتعرف شو اللي سهلته عليكم. هسه في البدايه السؤال بيجي يطلبك هنا معادله الخط المستقيم. كيف راح نطلع معادله الخط المستقيم؟ الطريقه المعتاده اني انا اجي احسب قيم اكس هاي كامله واجيب التوتال تاعها، واجي احسب قيم واي هاي كامله واجيب التوتال تاعها واطبق على القانون، وخطوات كثير كثير طويله، ولكن احنا اليوم بدناش نشتغل على هذا الاشي، بدنا نشتغل بخطوتين نطلع معادلة الخط المستقيم ونحط الإجابات، يعطيكم العافية. طب كيف؟ هسه راح نحكي كيف. قبل ما نحكي كيف، هنا في عندنا معادلة غالبا بتيجي في الامتحان اللي هي هاي المعادلة، معادلة الإثبات. بيجي يقول لك أثبت لي معادلة الميثود أوف ليست سكوير. ميثود أوف ليست سكوير. بيجي بحكي لك أثبت له هاي المعادلة. بكل بساطة هاي المعادلة شايفين هذا ما بين القوسين اللي هو عبارة عن الإيرور. بدنا نفك التربيع في البداية، يعني راح نلاحظ هون ان احنا فكينا التربيع، او حتى بدون ما تفكوا التربيع بامكانك انت تشتقها بشكل مباشر، تشتقها مرة بدلالة البي 0 ومرة بدلالة البي 1. بعد ما تشتقها بدلالة البي 0 ودلالة البي 1 بتخلي الواي في مكان والاشياء الثانية في مكان. هسه لو اجيت انت طلعت، طبعا هذا الاثبات يا جماعه، يعني هو راح يسالك يقول لك اثبت له اياها، يعني بيقول لك اثبت لي الميثود اوف ليست سكوير. انت بكل بساطه اول شيء بتشتق بدلاله البي 0 مره بدلاله البي 1، وبعد هيك بتخلي الواي موضع قانون،
بعد هيك بتضرب بالنواقص. لو طلعنا هون، احنا هون ناقصنا ال xi، هون ناقصنا ال n، هون ناقصنا ال n، هون ناقصنا summation of xi، بضرب فيهم وبعد هيك برتب المعادلة بيطلع معي هذا الشكل. طبعا احنا دائما شو بيطلبنا يا سيف؟ بيطلبني ال b0 اللي هي هاي، وبيطلبني ال b1 اللي هي هاي. طب كيف بدنا نطلعها؟ عشان ما نحكي كثير بدنا نيجي هون وبدنا ناخذ مثال على هذا الشيء. طيب مبدئيا قيم x، طبعا انا كنت بدي ابثه من التابلت بس للاسف التابلت ما قدرنا نبث من خلاله. قيم x راح تكون عبارة عن طيب دقيقة الصفر، اعذرونا على الكتابة بس المشكلة انه التابلت مش موجود، 2 و3 و4، بس اهم اشي انكم تفهموا البروسيجر تاع الحل. وعندنا قيم الواي راح تكون عبارة عن الواحد 1.8، طبعا بكتب بمعاناة انا، دقيقة ندور لنا حل. طيب اوكي خلينا ندخل القيم في البداية وخلينا نمسح اللي احنا كتبناه هون. طيب مبدئيا قيم الاكس هي عبارة عندي عن 0، وعبارة عندي عن الواحد، وعبارة عندي عن الاثنين، وعبارة عن الثلاث والاربعة. بالنسبة لقيم الواي فهي عبارة عن واحد برضه، وواحد بوينت ثمانية، 3.3 اوكي، و 4.5 و 6.3. هسه السؤال بيقول لي طلع لي معادلة الخط المستقيم، ماشي؟ بيجي السؤال بيطلبني ويقول لي طلع لي معادلة الخط المستقيم. اوكي ايش يا طيب هسه احنا شو بدنا نساوي؟ أول خطوة راح نيجي نعملها، ويا ريت يكون معكم آلة حاسبة، يا ريت يكون معكم آلة حاسبة عشان تطلعوا معي معادلة الخط المستقيم بطريقة سريعة. فالأغلب يجيب آلة حاسبة عشان نطلع معادلة الخط المستقيم، وما بنشتغل على طريقة الكتاب. راح أعطيكم شوي بس إذا بدكم تجيبوا الآلة الحاسبة، الآلة الحاسبة وبعدين نكمل. طيب المفترض جبتوها، أول إشي بنكبس عليه، خليني أعمل درو. أول إشي راح نكبس على مود، على مود يا إخوان، اكبس على مود، وبعدين راح تختار ستات. بعد ما تكبس على مود راح تختار ستات اللي هو الخيار اللي هو statistical خيار 3، وبعد هيك راح تختار خيار 2 اللي هو A زائد B الإكس، وبعد هيك راح ندخل قيم الجدول هذا. راح يكون عندك في الآلة الحاسبة قيم للإكس وقيم للواي. دخلوا القيم والله معي، قيم الإكس بدك تدخل 0 1 1.8 و 3.3 و 4.5 و 6.3، بتدخلوهن على الآلة الحاسبة تمام، وبتيجي تدخل قيم واي اللي هي عبارة عن طيب هي 0 1، بتدخلوا قيم اكس واي. طبعا انا بامكاني اشرح لكم اياها على طريقة الفهم، ولكن صراحة في مادة التحليل خصوصا لازم نريح حالنا، نستخدم الآلة الحاسبة عشان نوصل لإجابة سريعة. طيب مبدئيا احنا شو عملنا؟ اخترنا أول خيار، خليني أكتب لكم إياه هون عشان احنا نحل معادلة الخط المستقيم. بالبداية بتكبسوا مود، بعد هيك بتختار خيار
من مود تختار خيار ستات، وبعد هيك راح تختاروا A بلس B الاكس، وبعد هيك بتدخلوا القيم. هسا بعد ما تدخلوا القيم راح تعملوا AC، تمام؟ بعدين بتختاروا شيفت واحد، شيفت واحد يعني شيفت واحد، تمام؟ راح نختار شيفت واحد وتختاروا خمسة، خيار خمسة اللي هو regression او ال REG، تمام؟ هسا بعد ما نختار ال REG راح يطلع عندنا خيار A و B، راح يطلع عندنا خيار A و B. A راح يكون هو B0، فراح نيجي نحط على A، نطلع A راح يطلع معي B0، تمام؟ راح يطلع معي B0 قيمته بتساوي لي 0.72. في حدا بالله يجرب وطلعت معه زي هيك؟ نشوف هل في حدا استفاد من الطريقة. في حدا جرب يا جماعة وطلعت بالله معه هيك؟ طيب لما نيجي نطلع البي 1 نفس الفكرة، راح اجي اختار شيفت واحد واختار خمسة ريجريشن واختار بي، بتطلع 1.33، تطلع 1.33. طبعا انت بكل بساطة هسه بتنزل هون وبتيجي تحكي للدكتور بانه 0.72. اوكي ليش طلعت هناك؟ ما علينا، نيجي نكتبها هون، نيجي نقول له 0.72 بلس، تمام، ال 1.33 اكس، وهاي الواي بتساوي لي هذا الحكي. هيك بتكون اخذت حوالي 10 علامات اللي هي علامات المعادله الخطيه، تمام يا جماعه؟ انت هيك بتكون حسبت بخطوتين قيمه البي نود وقيمه البي 1. لو احنا طلعنا هون، احنا لو ما حسبنا بهاي الطريقه راح نحسب اول شيء السميشن، خلينا نحذف هذا الشيء، راح نحسب اول شيء السميشن للاكس واي، راح نحسب السميشن للواي، السميشن للاكس، السميشن للاكس ونقسمه على ان، السميشن للاكس تربيع ونقسم هذا على هذا. وعشان بس انا اطلع بي 1 اللي انا طلعتها هون بكل بساطه بخمس دقائق واقل كمان، تمام؟ حلو الكلام لحد الان. بي 0 راح نروح نجيب الواي بار اللي هي الافرج، ونجيب احنا البي 1 ونضربها في الاكس بار، بس انا هون طلعت معي دقيقه واحده طلعت البي 0، تمام يا جماعة؟ طيب في حدا جرب والله يحسبها هاي ولا ما حداش جرب؟ هاي هون. طيب لو بدنا ناخذ كمان مثال نحسب على نفس البروسيجر، وراح احل لكم مثال بدون الآلة الحاسبة، افرجيكم كيف الحل، صراحة راح يكون كثير طويل. راح ناخذ هنا مثال آخر، خلنا ناخذ كمان مثال. طبعا انا شيكت على الحل، نفس حلنا بالضبط 0.72 زائد 1.33 في الاكس، فكله من خلال الاله الحاسبه ولا حركت ايدي انا. هسه بدي اخذ كمان مثال على نفس الفكره. لو اجينا بالله هون حكي لي انه القيم كالتالي 71 و 68، او خلينا نحكي انه هاي قيم اكس، اوكي هذه قيم اكس اللي هي 71 68 73 73 69، عندي 67 و 65، تمام 69 67 65 66 و67. اوكي قيم واي حاكي لي هي كالتالي عبارة عن 69
72 و 70 و 70 كمان مرة، تمام، و 68 67 68 وأخيرا 64. طبعا طالبني المعادلة، معادلة الخط المستقيم، تمام. هسا لو بدنا نيجي هون خلينا نحلها في البداية على الطريقة العامة. أول إشي بدنا نيجي نحسب الأس إكس إكس اللي هو عبارة عن هاي قانونه، السميشن للإكس تربيع، السميشن للإكس الكل تربيع، هاي بتفرق عن هاي، دير بالكم، هاي تربع القيم وبعدين تجمعهم، هاي بدون تربيع القيم تجمعهم فورا وبعدين تربعهم. بدنا نطلع الاس اكس واي، بعد هيك بنقسم الاس اكس واي على اس اكس اكس. تمام، كمان حتى هون يعني في حاله انك انت حابب تشتغل على الطريقه هاي الطويله، كمان في طريقه مختصره جبت لكم اياها بحيث انه انا ما اقعد اجمع هاي القيم، تمام، بحيث انه انا ما اقعد مثلا اجمع هاي القيم، خلص بديش انا اقعد اشتغل تقليدي، راح اجي انا هون، تمام، ودايركت عن طريق الآلة الحاسبة راح أجيب قيمة كل عنصر في هذا الإشي، تمام؟ كل عنصر هون راح أجيب قيمته. طيب كيف؟ خلي الآلة الحاسبة معكم عشان نعطيكم الطريقة الثانية. نفس الخطوات يا جماعة، نفس الخطوات هاي، تمام؟ راح نيجي نحط مود، راح نيجي نحط ستات، راح نختار اثنين، خيار اثنين اللي هو A زائد BX، بعدين راح نختار ندخل القيم هاي، قيم الاكس والواي، راح اجي اختار قيم الاكس والواي 71، ادخل هاي القيم، بلكي حدا يدخل معي عشان نشوف هل الفكرة وصلت. القيم 67 65 66 و67. طيب راح ندخل قيم الواي 72. طبعا هسه راح تشوف انه كل المادة بتنحل عن طريق الآلة الحاسبة، لكن الدكاترة ما بتحكي هذا الاشي، يعني ما بيجيبوا اي سيرة لانه خلص هيك تصير المادة اصعب، لكن احنا هسه حلينا اول فكرة بشكل بسيط جدا. هسه كيف ممكن هو يطلبني مثلا هون؟ ما بيطلبني، احنا الطريقة الاولى اللي اخذناها جبنا فيها قيمة مين؟ جبنا فيها قيمة البي 1 وجبنا فيها قيمة البي 0، تمام، البي 1 والبي 0، ولكن احنا هسه بدنا نجيب على فرض انه هو ما طلبني قيمه البي 1 والبي 0، بدي افرض انه هو طلبني مثلا الاس اكس اكس اللي هي هاي والاس اكس واي، هاي الاس اكس اكس وهاي الاس اكس واي، بدي افرض انه هو طلبني هذول، ما طلبني قيمه البي 1 والبي 0 او المعادله بشكل عام، فكيف راح اجيبها؟ انا دخلت القيم، راح اروح احط اي سي، تمام، ونفس الخطوات شفت واحد واختار خيار ثلاثة اللي هو السم، تمام. طبعا اللي متبع معي ودخل خيار او كبس خيار سم راح يلاحظ انه خيار سم موجود فيه كالتالي، وين راح المثال؟ هيا راح يلقى انه موجود فيه summation للاكس سكوير، هاي انا بحتاجه هون، هاي راح احتاجه انا هون، هاي summation للاكس سكوير صار معي، السميشن للاكس موجود، كل السميشن هو بيجمع لك اياها تلقائي، ما في داعي انت تقعد تجمع قيم او حتى تجيبها بطريقه اخرى. السميشن للواي اكس معي، السميشن للاكس معي، السميشن للواي معي، هذا الواي وهذا الاكس معي، نمبر اوف ان معي اللي هو النمبر اوف بوينتس، بكون انا بقدر اطلع الاس اكس واي والاس اكس اكس في حاله هو طلبهم بشكل يعني منفرد، ما طلبني البي 1 والبي 0، تمام. اوكي، الان انا بكون هون حصلت قيمه الاس اكس واي والاس اكس اكس وقيمه البي 1 والبي 0 بس عن طريق الاله الحاسبه، بس من خلال الاله الحاسبه. طيب لو احنا اجينا، لا اعاده فتح، لو احنا اجينا على هذا المثال بدنا نكمله، هذا المثال كمان عشان نطلع معادلة الخط المستقيم تاعته شو رح نيجي نكتب؟ رح نيجي نحط كالتالي،
عشان احنا نكمل معادلة الخط المستقيم تاعته راح نيجي نحط شيفت واحد وبختار خيار خمسة بختار قيمة الـ A. قيمة الـ A راح تطلع معك 39.54 وقيمة الـ B راح تطلع معك مقدارها 0.42. انت هيك بتكون طلعت الـ B0 وطلعت الـ B1. طبعا كونك طلعت الـ B0 وطلعت الـ B1 انت هيك انهيت السؤال. فتخيلوا يا جماعة انه احنا خلصنا كل اشي فوق بس بطريقتين عن طريق الآلة الحاسبة. الآن استيميتنج السيجما سكوير. السيجما سكوير يا جماعة قانونها هيو الـ SSE على الـ N ناقص واحد. بكل بساطة هذا هو قانونها. تمام؟ هسا كيف بدنا نطلع الـ SSE والـ N ناقص اثنين؟ على الـ N ناقص اثنين سوري. طبعا أنا ما بحب إنه أنا خلص أطول الأمور. بنحاول نخلص شابتر 11 يعني بأقل وقت. سيجما سكوير SSE. SSE بحسبها من هون. الريسيديوال إيرور. الـ SSR هو عبارة عن الـ B0 في الـ SXY. كيف اجيب البي 0 عن طريق الاله الحاسبه زي ما تعلمنا. الاس اكس واي كيف بجيبه؟ عن طريق الاله الحاسبه. طيب سميشن للواي تربيع كيف اجيبه؟ كمان عن طريق الاله الحاسبه. اعيد شيفت واحد وبعدين تختار صم راح يكون موجود عندك السميشن للاكس سوري الواي تربيع تطرحه من الان مضروبه في الواي افريج طبعا راح تلقاها كمان موجوده في الصم او اذا ما لقيتها حتى بتقدر تقسمها على الان بتكون حصلتها. يعني بتجيب السميشن للواي من الآلة الحاسبة زي ما احنا تعلمنا وتقسمه على N وتربعه انتهى. بتكون انت جبت الـ SSE. هسا الـ SSE بتقسمه على N ناقص 2 هاي انت حصلت السيجما سكوير. هاي السيجما سكوير وين راح نستخدمها؟ راح نستخدمها هون بالفارينس تاع الـ B1. ممكن يطلبني الفارينس تاع الـ B1 هون بس بقسمها على الـ SXX تمام او يطلبني اياها هون في الفارينس تاع البي 0 باجي بجيب السيجما سكوير اللي انا طلعتها من هون الاس اس اي على الان ناقص 2 وانا طلعت هذول من هون كله عن طريق الاله الحاسبه وبكل بساطه بكون انا طلعت الفارينس تاع البي 0 تمام. لو احنا اجينا بدنا نعمل تيست. التيست احنا يا جماعه لما نيجي نعمل التيست على البي 1 احنا بس بنكون هسه البي 1 احنا بنعرف بانه هو عباره عن سلوب. حكينا زمان انه هو عباره عن سلوب. فاحنا لما نيجي بدنا نشوفه بدنا نيجي نشوفه هل هو هاي راح نعتبرها دائما صفر وهاي صفر. فاحنا بدنا نيجي نعرف هل هو بيساوي لي صفر ام لا يساوي لي صفر. لو لا يساوي لي صفر معناته الميل راح يكون زي هيك. سوري هذا لما يساوي لي صفر راح يكون الميل زي هيك ولو ما بيساوي لي صفر معناته في ميل عندي انا. طيب بكل بساطه كيف احسبه؟ كمان عن طريق الاله الحاسبه. فانا بدي ابسط الامور جدا. البي 1 كيف راح اجيبها؟ عن طريق الاله الحاسبه هيها هون جبناها وخلصنا تمام. يعني لو انا عندي السؤال هذا هي البي 1 معي وباجي فورا بدي قيمه السيجما سكوير. سيجما سكوير كيف اجيبها؟ هيها الاس اس اي اللي انا جبته من هون تمام كله عن طريق الاله الحاسبه قسمته على الان ناقص 2 وباجي بعوضه هون تمام على الاس اكس اكس كمان اللي احنا جبناه هيه هون تعويض مباشر على القانون تمام. لو لاحظنا انه احنا لو احتجنا كمان البي التست تاع البي 0 مع انه هو نادرا ما بيجي لكن نفس الشيء هاي طبعا احنا دائما مش موجوده هذا الشيء اللي هون محذوف تمام. فهو بس البي 0 اللي هي هاي البي 0 هاي كيف بجيبها؟ من الاله الحاسبه زي ما احنا تعلمنا هون وبعدين باجي سيجما سكوير احنا تعرفنا كيف نجيبها وكمان بالنسبه للان معي والاكس بار اللي هي عباره عن الاكس بار هاي للي ما بيعرف هي عباره عن السميشن تاع الاكس على الان تمام وربحهم والاس اكس اكس اللي هو طلعناه عن طريق الاله الحاسبه. فلاحظوا انه كل شيء بنجاب عن طريق الاله الحاسبه كل شيء بنجاب عن طريق الاله الحاسبه. طيب لو احنا هون عملنا زوم بالله اوكي هذا المثال طبعا طلع هو السيجما سكوير عن طريق الاس اس اي الريسيديوال ايرور على الان ناقص 2 والاس اكس اكس. وطبعا احنا قلنا كل هاي القيم انتم بتقدروا تطلعوها على الاله الحاسبه الان معي والبي 1 معي كل هاي القيم تعرفنا كيف احنا نجيبها على الاله الحاسبه عن طريق هاي الطرق. بعد هيك قسم بكل بساطه وقارنها مع مين يعني طبق على القانون بشكل مباشر وقارنها مع اللي هي التي تاعت الالفا
وشاف إذا هي fail to reject أو accept. طبعاً بدي أحكي لكم معلومة اللي هي هنا. هون هذا الحكي هذا اللي تحت الموجود هون، هذا هو الفالنس للبي 1. يعني نفسه إذا كان مطلوب في الفرع السابق الفالنس للبي 1 راح تحطوه نفسه هون، وهنا هذا الحكي اللي موجود كامل هذا الفالنس للبي 0. تمام. طبعا إذا بتلاحظوا إنه إحنا تقريبا خلصنا 90% من المادة، بس عشان نرتب أفكاركم السؤال قد يطلب لو إحنا إجينا هون قبل ما نكمل ما ظلش إشي تقريبا في المادة. يعني في هذا الشابتر بطلبني قيمة البي 0 والبي 1، البي 0 والبي 1 على الآلة الحاسبة بحت، هيها وبطلعهم بكل بساطة. بطلبني أعمل تيست، ولاحظنا إنه التيست اللي طلبوا على البي 1 والبي 0 بس تطبيق على القانون، والقيم كلياتها بجيبها عن طريق الآلة الحاسبة. أي شخص عنده مشكلة في إنه كيف يجيب القيم من خلال الآلة الحاسبة يحكي لي عشان أشرح له إياها. لو إجينا على الإشي الثالث اللي ممكن يطلبه، إنه هو يطلب منك إنك تحسب له الكونفيدنس انترفال. هذا الحكي مش داخل معكم، لهون اللي داخل معكم يطلبك الكونفيدنس انترفال، الكونفيدنس انترفال للبي 1 والبي 0 والمين واي بشرط اكس والواي 0. وهسه راح نشوف كيف احنا راح نطبق بس بشكل مباشر، راح احكي لكم النوتات اللي يعني ما مشان ما توقعوا فيها. طيب هسه هون لو كبرنا هون اللي هو تيست تاع الاف، بدي اياكم تعرفوا فورا انه التيست تاع الاف في حاله البي 1 هي هون، التيست تاع الاف في حاله البي 1 هو نفسه تاع تي 0 سكوير، هو نفسه تاع تي 0 سكوير. تمام. طبعا قانون الاف 0 هو عباره عن المين سكوير ايرور اللي اخذتوه في تشابتر 1 اذا بتتذكروا، على المين سكوير اللي هو الريسيديوال ايرور هذا. تمام. طبعا الاس اس ار هذا بنسميه الريجريشن ايرور. تمام. والاس اس اي هذا بنسميه اللي هو الريسيديوال ايرور، بس نقسمهم على ال n ناقص 2 وعلى الواحد بيعطيني هذا القانون. تمام. التوتال ايرور يا جماعه ممكن هو يطلبني الام اس تي. تمام. بدي اياكم تعرفوا شغله بس، الام اس ار عشان ما توقعوا يعني فيها او عشان ما نعجبكم، الام اس ار تمام، الام اس ار هو عباره عن هذا الام اس ار، هذا هو عباره عن الاس اس ار على واحد بس، يعني نفسه الام اس ار نفسه الاس اس ار. الام اس اي هو عباره عن الاس اس اي على الان ناقص 2. تمام. تمام. الام اس تي هو عباره عن ايش؟ هي قانونه الام اس تي، هي قانون الام اس تي، بتجيب الاس اس تي هذا. تمام. هيو هذا الاس اس تي، وبتقسمه على الان، مش لان على الان ناقص واحد، هيو الان ناقص واحد، وبتيجي تقسم عليها الاس اس تي. طبعا الخط شوي سيء. الاس اس تي طبعا كيف بتجيب انت قيمه الاس اس تي في حاله ما بدك تشتغل على هذا القانون؟ بكل بساطه زي ما انتم شايفين هون، السميشن للواي سكوير عن طريق الاله الحاسبه ناقص الان في الواي بار اللي هي كمان عن طريق الاله الحاسبه الكل سكوير. تمام. اخر شيء في هذا الشابتر ممكن ينطلب منك، طبعا لو طلبني الاف 0 شيء سهل جدا جدا يا جماعه، شوفوا هون شو معطيني، معطيني البي 1 ومعطيني الاس اس تي ومعطيني الاس اكس واي ومعطيني الان. اول خطوه راح اروح اعملها، تمام، راح احسب الاس اس ار عن طريق القانون اللي فوق والاس اس اي. كيف راح احسبهم؟ بكل بساطه على القانون هذا اللي هو هذا، راح احسب قيمه اول شيء ال اللي هو الاس اس ار، هي قانونه. تمام. وبعد هيك بروح اطلع الاس اس اي من هون. الاس اس تي معطيك اياه على فكره في السؤال، انت جبت الاس اس ار عن طريق هذا الشيء، فانت بتروح بعدين اخر شيء تجيب الاس اس اي. جبت الاس اس اي بتروح تعوضه هون وبتجيب الاف 0. طبعا بس تجيبه بتقارنه بقيمه الالفا المعطى في السؤال. الكونفيدنس انترفال من الاشياء اللي كمان سهله كثير وتطبيق مباشر على القانون. اول شيء الكونفيدنس انترفال اراوند البي 1، تمام، اراوند البي 1 بكل بساطه السيجما سكوير قانونها فوق وجبناها، الاس اكس اكس جبناها، التي نفس المعتاد، بي 1 راح تكون معطى في السؤال، ولو ما كانت معطى في السؤال لو كان معطيكم قيم
بكل بساطة بتعوضوا نفس الشغل اللي احنا اشتغلناه هون، تمام، وبتطلعوا البي 1 والبي 0 نفس الفكرة. لاحظوا انه نفس الاشياء، لو احنا بس خلينا نعمل زوم عليها، السيجما سكوير معطى، الاس اكس اكس، سوري، انتم بتقدروا تجيبوه على الاله الحاسبه، بتقدروا تجيبوه على الاله الحاسبه، على الاله الحاسبه، على الاله الحاسبه، البي نود اذا كان معطيني جدول بجيبها على الجدول، وبعد هيك بطبق على القانون بس. هسه في عندنا هون المين سكوير ايرور والواي نود، هاي الواي زيرو هاي قيمتها، بس عشان تكونوا عارفين هاي قيمتها تكون معطى في السؤال، والاكس زيرو راح يعطيك 1%، تعوضها 1% بدون بتعوضها واحد بدون عفوا الاشاره المئويه، تمام. هيك بيكون خلص شابتر 11. الان هذا الحكي من هون وتحت مش داخل معكم. تلخيصا للافكار اللي احنا حكيناها في شابتر 9، وعشان افرجيكم ان الموضوع كثير سهل، لو طلبني انا المعادله تاعت البي 1 والبي 0 فورا بدخل القيم على الاله الحاسبه، مود ستات اي بلس بي الاكس، بدخل القيم هاي وفورا اي سي شيفت 1 5 ريجريشن، وبدخل الاي والبي اطلعهم، بكون انا حصلت على قيمه البي 0 والبي 1 بكل بساطه وسهوله. لو طلبني الاس اكس اكس بدل شيفت 1 5 ريجريشن بدخل شيفت 1 وبختار خيار 3 اللي هو صم، وبطلع كل السميشن اللي انا محتاجه في الاس اكس اكس والاس اكس واي. وطبعا كمان السيجما سكوير قدرنا كمان نحسبها من خلال الآلة الحاسبة بكل سهولة. التستات يا جماعة جدا سهلة، طبقنا مباشر على القانون، وكل إشي بيعتمد على أول خطوة إحنا نعملها، أول خطوة اللي هي هاي، بعد هيك بتكون كل الأمور واضحة معك. طبعا لو أنت بدك تطلع الصم زي ما حكينا، لو أنت بدك تطلع الصميشنز، وأنا بس خلني يجي، لو أنت بدك تطلع الصميشن نفس الخطوات اللي فوق، نكتب، مش عارف وين بكتب هذا، بس خلاص خلينا ننزل تحت. اوكي، نفس الخطوات اللي فوق راح نيجي نحط، بس راح نيجي نحط مود عشان تكونوا عارفين، اول شيء مود، بعدين كمان ستات، وبعدين راح تيجي تختار اي اكس اي بلس بي الاكس، وبعدين تدخلوا القيم، تمام، وبعد هيك بكل بساطة بتختار AC Shift 1، وبعدين بتختار خيار 3 بدلا من 5. فوق احنا اخترنا خيار 5 وطلعنا قيمة الـ A0 والـ B0، هون رح نختار خيار 3 اللي هو الصم، ونطلع كل السميشن بدون ما احنا نقعد نجمع ولا احنا نضرب ولا احنا نساوي اي شيء. هسه بدنا نروح على شابتر 12، الشابتر جدا سهل وراح الخص لكم اياه نفس فكره هذا بثلاث خطوات. الخطوه الاولى بس بدي اياكم تيجوا فورا معي هون على هاي المعادله. هاي المعادله، تمام. طبعا راح نحلها كامله برضو على الاله الحاسبه، راح يجيني السؤال بس الفرق هون انه راح يعطيني قيمه الواي 1 الاكس 1 والاكس 2، اوكي؟ فاحنا راح نحله كامل عن طريق الآلة الحاسبة بدون تدخل أي شيء، تمام؟ طيب كيف راح نحله عن طريق الآلة الحاسبة؟ راح أجي أشوف لكم مثال هون بس، لأنه أمثلة الكتاب بيعطيك 20 عينة وما راح يجي لكم في الامتحان 20 عينة، يعني بيعطيكوا ماكسيموم 10. بدي أشوف لكم بس إذا في سؤال عندي. أوكي، هاي سؤال راح اخذ قيمه، هذا السؤال جميل جدا. اوكي، كيف راح نحل هذا السؤال؟ في البدايه السؤال بيجي كالتالي، راح يعطيكم قيم اكس واي، هاي قيم، فلنبدا بقيم واي، معطيني 2 5 5، معطيني قيم 2 5 5، ومعطيني قيم اكس 1 عبارة عن 2 كمان 3 2، اوكي، هاي قيم اكس 2، سوري، هاي قيم اكس 1 اللي هي 1 1 2 1 1 2، ومعطيني قيم اكس 2 اللي هي
اثنين، ثلاثة اثنين. طيب هنا معطيني يا جماعة قيم الـ y والـ x1 والـ x2. طبعاً كيف نجيبه؟ السؤال بيجي يقول لك أو المادة بتيجي تقول لك يلا بلش اجمع هذول واجمع هذول، طلع summation للـ x. بعد هيك اجمع هذول واجمع هذول، طلع summation للـ x2. اجمع هذول واجمع هذول، طلع summation للـ y. لكن الإشي هاد راح يخلص الامتحان وانت تساوي فيه، حتى لو شو اسمه يعني يأخذ وقت كثير. فإحنا لحتى نختصر هذا الإشي، هذا القانون راح يدخل معنا في الشيت. حلو، هذا القانون راح يدخل معنا في الشيت. راح نختار يا جماعة نفس الخطوات اللي احنا استخدمناها هناك، راح نختار نفس الخطوات اللي احنا اشتغلنا عليها في السيمبل لينير ريجريشن. هذا اسمه مالتيبل لينير ريجريشن، تمام. هون راح نختار نفس الخطوات، راح نختار مود ستات 2 برضو، وندخل قيم الاكس. اولا بندخل قيم الاكس، تمام، اللي هي واحد واحد واثنين. هاي دخلت قيم الـ x1، وبدخل بعدين قيم الـ x2 مش الـ y. اثنين ثلاث اثنين، طبعا انت حر في البدء بس انا بحب ابلش من الـ x1. راح احط بعدين الـ ac وبعدين shift واحد، وبختار مش خمسة عفوا، راح اختار ثلاثة اللي هو sum. لما بتيجي تختار الثلاثة اللي هو الصم، راح تكون انت قدامك هيو اللي شغال معي، راح تكون انت جبت summation الـ x1، هي خلصت منه، راح يكون معك summation الـ x2، تمام. summation الـ x2 راح يكون هو بالآلة الحاسبة summation y. طبعا راح تكون جبت summation x1، راح تكون جبت summation الـ x1 تربيع، كله موجود عندك في الآلة الحاسبة. summation x1 في x2 اللي هي موجودة في الآلة الحاسبة summation x في y، راح تكون جبت summation x2 تربيع summation x1 في x2، وكمان راح تكون جبت summation x2 تربيع. بيكون ضل عندك بس هذول بدون اي خطوة انت عملتها، طلعت كل هاي القيم. طب كيف اجيب هذولا؟ بروح ادخل اول اشي قيم الـ x1 اللي هي هاي، بروح ادخل قيم الـ x1 اللي هي هاي مع قيم الـ y. لما اجي ادخل قيم الـ x مع الـ y، بحصل summation تاع الـ y وsummation الـ x1 في y. طيب ضل عندي بس هاد، بدخل قيم الـ x2 مع الـ y. لما بدخل قيم الـ x2 مع الـ y، بكون حصلت الـ summation للـ x y والـ n. طيب بعدين شو بساوي؟ رح تصير معي المعادلات بهذا الشكل. هاي المعادلات كلكم بتعرفوا ان انا بدخلها على الآلة الحاسبة، كمان ما بشتغل عليها. كيف بدخلها على الآلة الحاسبة؟ رح اجي احط هنا، نيجي نكتب، بعرفش اذا بتعرفوها، اتوقع هاي الا ما بتعرفوها، اللي هي اول اشي رح تختاروا مود، وبعدين راح تختاروا 5 equation يعني مود، وبعدين راح تختاروا 5 equation. اوكي، وبعد ما تختاروا 5 equation راح تختاروا خيار 2، تمام، راح تختاروا خيار 2، وبتدخلوا قيم الماتريكس هاي او قيم القيم هاي بالترتيب. اول اشي اللي مطبق معي، اول اشي بتحطوا 25، بعدين عند البي راح تحطوا ال 206، بعدين عند السي راح تحطوا هاي القيمة اللي هي 8294، وبعدين عند قيم الدي راح تحطوا هاي. تدخلوا كل القيم، بعدين بتحطوا بكل بساطة مساواة، بيطلع معك قيمة البي 0. أول قيمة راح تكون قيمة البي 0، ثاني قيمة البي 1 اللي هي راح تكون على الآلة الحاسبة واي، وآخر قيمة الزد راح تكون هي قيمة البي 2. وانت هيك بتكون طلعتوا يا جماعة بكل بساطة الواي اللي هي بهذا الشكل المعادلة. طبعا هذا السؤال بيجي عليه 10 علامات، والسؤال الفوق تاع المعادلة بيجي عليه 10 علامات اللي هو في حالة السمبل. هيك يا جماعة تقريبا بنكون خلصنا المادة. طبعا هذا إذا بدك تحله عن طريق الماتريكس، أنا ما بنصح أبدا تحله عن طريق الماتريكس. والسؤال غالبا بيجيك تحله على طريقة شو اسمه، طريقة الطريقة المعتادة. ولكن لو جاب لك إياه ماتريكس، بكل بساطة راح تعمل أنت أول إشي ترانسبوز، وبعدين تضربه في الماتريكس العادية، تأخذ لهم الإنفرس. طبعا هذا كله كمان بيتم عن طريق الآلة الحاسبة. لو بدكم أعلمكم كمان طريقة الماتريكس تاعت الآلة الحاسبة، راح تدخلوا على مود وبعدين على ستة ماتريكس، وراح تدخلوا قيمة الماتريكس عن طريق خيار ماتريكس 1، تدخلوا قيمة الماتريكس، وبعد ما تدخلوا قيمة الماتريكس بتختاروا AC، تحط شيفت واحد، وبتيجي راح تلقى عندك الترانسبوز، راح تيجي تلقى عندك خيار للانفرس،
وراح تيجي تلقى عندك خيار كمان، يعني كل الخيارات اللي ممكن تحتاجها في القانون راح تلقاها في الآلة الحاسبة. فحتى هذا تاع الماتريكس بنحل كامل عن طريق الآلة الحاسبة. طبعا زي ما انتم شايفين انه هيك بيجيب لك قيم بهذا القدر، 20 قيمة ما عمره جاب الدكتور بهذا القدر من القيم. هيك انا بكون خلصت. طبعا اذا لاحظتوا احنا المادة لخصناها بأربعة افكار بس مش اكثر. الفكرة الاولى، لو طلبني معادلة خط مستقيم في السيمبل بكل بساطة انا بدخل على الآلة الحاسبة. لو طلبني الاس اكس اكس والاس اكس واي كمان راح نقدر نجيبهم. لو طلبك تعمل تيست كله تطبيق مباشر، طبعا راح تكون معكم الشيتات، هاي الشيتات مرفوعة على الدرايف، الشيت هاي والشيت هاي مرفوعات على الدرايف، تطبيق مباشر على القوانين التستات والكونفيدنس انترفال نفس الفكرة يا جماعة. مجرد ما انت دخلت القيم تاعت الجدول بتحصل على كل اشي، يا اما عن طريق حكينا هاي الطريقة اللي هي بتحصل فيها على السميشن، او هاي الطريقة اللي هي بتحصل فيها على قيم البي 1 والبي 0 بدون اي جهد. وكمان هذا المثال اللي احنا حليناه على المالتيبل، دخلنا القيم مرة بدلالة الاكس اكس ومرة بدلالة الاكس واي والاكس 1 واي والاكس 2 واي، وبكل بساطة طلعنا كل السميشنز، بعدين عملناهم خمسة اكيويشن وطلعنا قيمة البي 0 بي 1 بي 2.